انطلاق فعاليات المهرجان السنوي الثالث للتراث والموروث الشعبي بمديرية عسيلان شمالية محافظة شبوة، والذي تم تنظيمه بمجهود شخصي وذاتي من قبل الشيخ محسن بن جلال الحارثي وبمساعدة الأهالي. يأتي هذا المهرجان السنوي الثالث للتراث والموروث الشعبي بالتزامن مع انتصارات وادي بيحان وعسيلان من رفع الحوثي من هذه المنطقة الكريمة. هذا التراث يعتبر تضامن لهذه الأجيال في واديهم وفي مجتمعهم الذي كانوا يعبدون عليه ويعيشون فيها أهلهم في الماضي. وتتضمن فعاليات هذا المهرجان الذي يستمر أسبوعا كاملا عددا من الأنشطة المرتبطة بالتراث الشعبي لأبناء المديرية، ومنها سباق الهجن ومعرضا فنيا وزوامل وأهازيج شعبية وعروضا موروثية متنوعة. هذا الشيخ ناصر الخليل كما تم افتتاح المعرض الفني الذي قدم نماذج متنوعة لأدوات الموروث الشعبي الأصيل المرتبطة بالاستخدامات المنزلية والنشاط الزراعي والاستخدامات النسائية وصورا فوتوغرافية لعدد من الشخصيات المجتمعية في المنطقة خلال الحقبة السابقة. حقيقة نحن تفاجأنا بجمال التنظيم، تفاجأنا بالمقتنيات الموروثية التي وجدناها، تفاجأنا بالإحساس بالمسؤولية عند المنظمين لهذا المهرجان، تفاجأنا بالزخم عند الجيل الجديد واهتمام بالموروث القديم، لأنه موروثنا طبعا هو هويتنا وهو أصلنا ولا بد أن نحتفظ ونحافظ عليه. ويهدف هذا المهرجان إلى تعريف جيل الحاضر بالموروث الشعبي لأجدادهم والحفاظ عليه وربط الأصالة بالمعاصرة. وتزخر محافظة شبوة بألوان شتى من التراث والموروث الشعبي الذي يدل على تاريخ المحافظة الضارب في عمق التاريخ. حسن البريك لقناة سهيل من محافظة شبوة.